اتكلمنا عن تقاوي الكسر المحلي وتقاوي المستورده. والله هي التقاوي المستورده بتكون انقى وبيكون انتاجها اعلى من تقاوي الكسر المحلي. الكسر المحلي احنا بنستخدمها في الزراعات الشتويه او الزراعات المتحيره، انما بالنسبه للمستورده بتستخدم زراعات صيفي وبننتج منها التقاوي الكسر المحلي. تمام. عمر البطاطس قد ايه بقى حتى الحصاد، من الزراعه لحتى الحصاد؟ بتختلف حسب الغرض من الزراعه، يعني لو تصنيع حسب طلبات العميل ممكن تبدا من 90 يوم لحد 120 يوم، لو تصدير بتبدا غالبا من 110 لحد 140 لو صنف زي كارا او غيره. بالنسبه لاستعدادات موسم الحصاد انت بتستعد ازاي؟ والله حسب المواصفه المطلوبه، يعني مثلا لو العميل اللي عاوز المنتج مثلا عاوز نسبه تظليط او سامح بنسبه تظليط معينه بناخده بدري، لو هو عاوز نسبه او مواصفات كامله الجوده بيكون من بدايه 120 يوم. تمام. بالنسبه للعماله هنا، العماله مدربه على الجمع؟ طبعا بالنسبه للحصاد احنا ما بنستخدمش غير العماله المدربه عشان خاطر تحافظ على الجوده اللي احنا وصلنا لها قبل الحصاد مباشره. والات حديثه، انا شايف الات حديثه للحصاد. الات حديثه طبعا ديت المعده ديت اللي شغالين بها ديجر، فيها هارفستر وفيه معدات كتيره تانية بتشتغل حصاد، بس هي عشان خاطر الايدي العامله المتوفره ان شاء الله في مصر، فبيكون الديجر هو اسلم وسيله للحفاظ على المنتج. بالنسبه للبرنامج المكافحه بتعمل ازاي معاه؟ برنامج المكافحه بتعامل، يعني احنا ما بنستخدمش معدات كتيره ولا بنستخدم بصوره دوريه، بنستخدم حسب الحاجه والوقايه فقط لا غير.